نفخر في الكويت أن لدينا نماذج مشرفة من بنات الوطن يرتقي باسم الوطن عاليا، فالتعليم مهم ولكن الأهم حب مهنة التعليم. وفي أدائها اليوم معنا أول معلمة كويتية تستخدم الإنفوغرافيك التعليمي لتدريس طالباتها في الصف السادس لمادة التربية الإسلامية. باسمكم مشاهدينا نرحب بالأستاذة ألاء أحمد العصفور، عضو هيئة التدريب في مكتب التربية العملية في كلية التربية الأساسية. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور، وسعيدة باستضافتكم. حياك الله. وأستاذة ألاء، أول شيء احنا نفتخر فيك بالنماذج المشرفة من أبناء الوطن، اللي يعني أول معلمة كويتية تستخدم الإنفوغرافيك التعليمي لتدريس طالباتها في الصف السادس لمادة التربية الإسلامية. كلمينا عن هذا الموضوع. بداية أتكلم لكم شوية بس عن شنو هو الإنفوغرافيك، أي، وبعدين ليش الإنفوغرافيك. الإنفوغرافيك هو علم يتميز فيه شنو، إنه فيه صورة وصورة أو رموز وكلمات معبرة عن هذه الصورة. طبعا لا سيستم ولا طريقة في تصميمه. زين، هل الإنفوغرافيك هذا شيء جديد؟ لا، الإنفوغرافيك موجود من أيام الفراعنة. شلون إحنا تعرفنا على حضارتهم؟ تعرفنا على حضارتهم من خلال الرموز اللي كانوا يكتبونها على الطوفة وكذلك صح. الكتابات. الشيء اللي صار جديد إنه صار في إنفوغرافيك تعليمي. شنو يعني إنفوغرافيك تعليمي؟ مو إنفوغرافيك متعلق في طرق تدريس أو مهارات تفكير، لا، إنفوغرافيك في تحويل المنهج الدراسي. يعني أنا أحول المنهج الدراسي من كتاب إلى اللي هو إنفوغرافيك، اللي رموز وصور. فتخيل مادة مثل مادة التربية الإسلامية للمرحلة المتوسطة، مادة مثقلة بالمعلومات، إلا أن موجودة. هي أيوة، إلا أن هي مثل ما تشوفونها بالشاشة، إلا أن هي تكون خفيفة وبسيطة، أني أنا ألخص وأحول الرموز من 6 صفحات إلى تخيل صفحة واحدة فيها كل المعلومات بطريقة جاذبة للمتعلم. حلو. اللي مسائل شفناهم هي الرموز صح؟ اللي هي الرموز، اللي كانت الرموز اللي هي الآيكونز. أوكي. شون يتلك الفكرة؟ بداية أنا كان عندي مشروع اسمه من التدريس إلى التدريب. طبعا استخدامي للإنفوغرافيك ترى كان من تقريبا 4 سنوات، مو تو الموضوع، من زمان، من 4 سنوات. بداية شنو كان؟ المعلم دائما في عجلة لتطوير نفسه. ليش؟ عشان يطور متعلمينه. صح. فبدايته كانت من مشروع من التدريس إلى التدريب. وإذا بصدمك أقول لك منو اللي قال لي فكرة المشروع. كان عندي حصة، دخلت في الحصة، طالبة من طالباتي قاعد أقول لهم إيش رأيكم، شنو نسوي شيء جديد حق الحصة الجاية؟ نطت طالبة عندي كانت تقول لي أبلا آلاء، واللي سلمت ما نبي آيباد. اسم الطالبة أتذكرها عدل، سارة المعتوق. قالت لي أبلا آلاء ما نبي آيباد، بالمدرسة آيباد وبالبيت آيباد، نبي شيء جديد، نبي نطلع حق شيء جديد. فيات فكرة التدريب على طول بدون ما أفكر، قلت لها أوعدت يا سارة الأسبوع الجاي راح يكون حصتنا بلا تكنولوجيا، أسبوع كامل بلا تكنولوجيا، وراح يكون عندنا تدريب. من يومها بديت أتحدى نفسي، بديت أطلع أفكار وايد، وانتقلت من التدريس إلى التدريب. التدريس اللي هو كان يعني خلينا نقول تلقين أكثر ما هو مشاركة الطالب. التدريب صار الطالب هو اللي مشارك في العملية التعليمية. لما لاقت الفكرة نجاح عند الطلبة سويت فيها دورة مسقرة، فهني استهوتني الفكرة وايد. لما استهوتني الفكرة عاد الحين قمت أفكر بأشياء وأبحث بأشياء تسهل لي العمل للتدريب وتبسط الشغلة. أيوة. صح. ليش؟ لأن التدريب مو شيء سهل. صح. وكانت ترى قبل لا يطلع منهج الكفايات، منهج الكفايات معروف أنه هو معتمد على اللي هو التعلم النشط. فقبل لا يطلع منهج الكفايات وجهت طالباتي على التدريب بحيث تكون محور العملية التعليمية اللي هو الطالب نفسه. والبداية كانت أوراق عمل، ما أدري إذا تحبون أيوة تفهمها. أوراق عمل كانت هذه البداية، كانت موجودة في دفتر أوراق عمل مبسطة بحيث أني أنا أستغل وقتي في الحصة، فالطالب يجاوب عليها قبل لا أي الحصة. هذه كانت البداية. ليش؟ لأن في حصة التدريب ما أحتاج أن الطالب مرة ثانية يقعد يفتح ويقعد يدور، لا، تكون حاضرة المعلومة عنده. مع الوقت قمت أفكر إذا أنا الطالب خليته يحل، شنو عنصر المفاجأة عندي بالحصة؟ ما في عنصر مفاجأة أصلاً، هو عارف المعلومات، إذن وين اكتشاف المعلومة في الحصة؟
فتغيرت وجهة نظري وقمت أبحث عما هو جديد. وبالعكس أنت كذي شوقتي الطلبة، والواحد لما يحضر يستانس في في جدا في المحاضرة. اي والله. انزين كلمينا عن الانفوجرافيك، صعب ان الواحد يتعلمه ولا سهل؟ الانفوجرافيك ما هو صعب. إيه؟ الانفوجرافيك سهل لسببين. السبب الأول، المعلم دائما يبحث لي الطرق السهلة لتوصيل المعلومات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هو سهل لأنك تقدر تستخدمه بأي شيء، أنت مجرد أن أنت تتعرف على أساسيات تصميم الانفوجرافيك بعدها راح يصير وايد سهل عليك تستخدمه بأي برنامج. يعني ممكن تستخدمه في برامج آيباد تشتغل فيه، ممكن تستخدمه بالباوربوينت. بدايتي كانت في الباوربوينت، كنت أشتغل انفوجرافيك في الباوربوينت. ما فكرت ان راح تطورين هالشيء بعد اكثر واكثر؟ طورته. اني قمت استخدم بعدين الالستريتر، طبعا صارت بيني وبين الانفوجرافيك علاقه حب خلاص. اي فقمت ابحث واطور نفسي فيه الى ان وصلت الى الالستريتر اللي هو برنامج تصميم. شوف لاي درجه قمت احب الانفوجرافيك، اني قمت ادرب نفسي ذاتي واتعلم ذاتي على الالستريتر عشان ابدع في تصميم اللي هو الانفوجرافيك. انزين، ومن اللي قاعد يساعدك على هذه الخطوات اللي قاعد تسوينها؟ للامانه بدايتي قلت لك كانت في اللي هي اوراق العمل. اي شاف اوراق العمل كنت انا ارسلهم يعني لكل الناس عشان يستفيدون المعلمين والمعلمات والطلبه. فكان الدكتور اللي احتواني هو دكتور جاسم ملك. دكتور جاسم ملك قال لي انت عندك فكره الانفوجرافيك هذه موجوده، راح ندخلك دوره، هذه الدوره راح تقوي عندك الانفوجرافيك. وفعلا دخلت دوره الانفوجرافيك التعليمي عند استاذه خديجه الحربي، ومنها تعلمت وتبناني دكتور جاسم. اتذكر كنت ادز له اي شيء عندي، اي يعني تصميم انا اصممه ويعدل لي عليه، هذا شيء لي، لا هذا مو كذي. فأوجه له تحية كبيرة وأنا بهالمكان. وهم بعد نوجه تحية حق طالبة أستاذة ساء بعد أستاذة خديجة الحربي. أي. هي اللي عطتني الدورة. هي اللي عطتش الدورة. أيوة. في هذا. إنزين الطالبات شلون تقرأ يعني هذا الأمر بالبداية، تقبلت يعني تقبلوا هذا هذا الشيء؟ ما تتصور الفرحة اللي عند الطالبات، ما تتصورها. بس إذا تسمح لي أقول لك يعني طريقة في تدريسي لي اللي هو الإنفوجرافيك. حلو. مثال على ذلك، كان عندي هني لو تلاحظ عندي درس اللي هو الإيمان بالله. الإيمان بالله في السابق كان معروف شلون كانوا يعطونا إياه، إذا تتذكر سرد، مجرد أن المعلم يسرد ويذكر آيات قرآنية. صح. اللي صار أني أنا مثلته في الإنفوغرافيك على شكل شجرة، سميتها شجرة الإسلام، وطبقتها في الدرس على هذه الشجرة. فيبنى شتلات، ولما يبنى الشتلات قاموا الطالبات تخيل ان هم يشيلون من الشتله وياخذون الجذور ويتابعون من خلال الانفوجرافيك انا كنت اعرضه لهم على الشاشه، فيشوفون اجزاء هذه الشجره ويركبونها بالشتله. يعني ياخذون الشتله يشيلون منها الجذور، يكتبون ان جذور الاسلام اللي هي الايمان. بعدين ياخذون الغصن يكتبون انه هو الثمار، والثمار تطلع اللي هي الاوراق يكتبون عليها. تخيل تحولت حصة التربية الإسلامية إلى حصة مكملة لمادة العلوم. فأتوقع الطالب لما يرجع البيت ويشوف الانفوجرافيك راح يتذكر اللي صار في الحصة. صح. صح. وما راح ينسى هذه المعلومة. وهذا يعني شنو سوالي؟ رفع درجات الطالبات عندي بشكل ما تتصوره. صارت يعني صارت أسهل. صح؟ جداً. أي. مو بس أسهل، أصلاً اللي يحضر كان عندي بالحصة حضروا لي تقريباً الموجه الأول، حضروا لي الموجهين. كان كلمة واحدة تقريبا اتفقوا عليها كلهم، ان احنا مو قادرين نكتشف الطالب الضعيف. ليش؟ المتعثر مو قادرين نكتشفه. ليش؟ لان كل الطلبة ضعاف او فائقين يحبون يشتغلون في بايدينهم ويشغلون حواسهم ويندمجون مع الحصة صراحة. بالضبط. اذا فيها هذه الشغلات اللي قاعد بالضبط تصير. والانفوجرافيك ساعدني لان التدريب يحتاج ضبط للوقت قوي. يعني إذا أنا ما عندي ضبط قوي للوقت بالتالي ما راح أقدر أسوي ولا شيء من الأنشطة اللي عندي. فالإنفوغرافيك حل الموضوع، وأنا ما بيهم يحضرون، أبيهم يتفاجئون. كانوا يتمعنون في اللي هو الإنفوغرافيك ويعرفون المعلومات منها ويحلون الأنشطة أو يقومون يسوون الأنشطة. إنزين أستاذة، ما واجهتي صعوبات قبل لا تطبقين هذا الشيء؟ هو لأنه يا بتدرج. أي. فما حسيت بصعوبات فيه. يعني كان بالنسبة لي كعائق شوية المكان
والحمد لله قدرت اني انا احله بجنطتي، جنطه كبيره فيها اقراضي وفيها الانفوجرافيك مالي، وزعتها على الطلبه. بعدين لما صار عندي ان ما اقدر احطه على السبوره، حولت طوفه ثانيه، وجهت الداتا شو بالطوفه الثانيه، فكل شيء لحل. ترى المعلم الانسان الوحيد في هذا العالم كله اللي يوجد الحلول من تحت الارض. اي والله. انزين، وشون شفتي ان الانفوجرافيك يعني انتقل الى تدريب المعلمات التربيه العمليه؟ التربيه العمليه طبعا. أي. انا كنت معلمه. اي ولله الحمد بعدين صرت رئيسه قسم الحمد لله رب العالمين. بعدين تم انتقالي الى كليه التربيه الاساسيه. حلو. مكتب التربيه العمليه، فكنت موجهه. أي. لطالبات التربيه العمليه. ما شاء الله. فشنو اللي صار؟ انا طبعا احضر للطالبات. الطالبات في بين يعني خلينا نقول فجوة ما بين اللي ياخذونه في الكلية وما بين الواقع العملي في المدرسة، خصوصا بعد منهج الكفايات. فشنو ساعدني الانفوجرافيك فيه؟ ساعدني في صناعة نماذج حق هذيل الطالبات عشان ترتب لهم أفكارهم في اللي هو في الحصص. فكان عندي نموذج مثل سلسلة الأفكار، نموذج حق النشاط، انت شلون تسوين النشاط حتى بالوقت. وكنت انصحهم ان هم اذا يقدرون يسوون اللي هو انفوجرافيك. وهم كان في نموذج يعني تحفيزي للمعلمات. انزين استاذة إلاء، هل تشوفين في دعم من وزاره التربيه؟ هل تشوفين حقيقه انا دعم يعني من توجيه التربيه الاسلاميه؟ أي. منطقه حولي التعليميه هم اقدم لهم شكر. منطقه توجيه التربيه الاسلاميه كان بقياده استاذ حسان، الحين تقاعدت، لكن احتوتني ايضا بشكل ما تتصوره، لدرجة أن هي خففت عني، خلتني أخذ مثلاً حصة واحد، عفواً صف واحد بالسنة كاملة في سبيل أني أنا أنجز أو أقدم شيء جديد للتعليم. وبعدين الشيء الجديد اللي أنا قدمته للتعليم، تخيل خلتني مدربة أدرب جميع معلمات التربية الإسلامية في منطقة حولي التعليمية. ما شاء الله. إنزين، شنو التطوير المستقبلي في كراسة قمة التي تسعى يعني اللي قاعد تسعين لها أستاذة إلاء؟ طبعاً كراسة قمة اللي هو الإنفوجرافيك اللي موجود في كراسة قمة دخل في اللي هو الواقع المعزز. دخل في الواقع المعزز فريق أمانة، فريق جداً متميز، أيضاً معلمين للتربية الإسلامية. الواقع المعزز اللي هو لما تحط في برنامج معين، الطالب بس يفتح هذا البرنامج، يحط البرنامج على صورة من الكتاب، على طول راح تطلع له صورة الانفوجرافيك التعليمي اللي موجود عندي. حلو. انزين، يعني بالمستقبل راح نشوف الثري دي ولا لا؟ ان شاء الله، باذن الله اكيد راح يصير. آه، ان شاء الله انا باذن الله راح اكون شغالة على انفوجرافيك 3D للمرات القادمة، لان لازم تطور نفسك عشان توصل للطلبة نفسهم. انزين، الحين عندنا فيديو عن 3D، خلينا نشوفه ونرجع. ها، طلع لك ملخص؟ ممتاز. وخر التليفون شوية، وخر. يلا رد مرة ثانية، سوي ممتاز. شوف الملخص. أبي تشرحي لي هالفيديو هذا. الفيديو هذا عبارة عن كتاب المدرسة نفسه، في برنامج معين، هذا البرنامج المعين يصنع اللي هو الواقع المعزز. بمجرد ما الطالب يفتح هذا البرنامج، بس يحط التليفون ويسوي سكان على صفحة معينة، يطلع له على طول اللي هو الملخص اللي موجود في كراسة القمة. سهلت الأمور وايد جداً. يعني هذا طبعاً من صنع اللي هما فريق أمانة. أي. استأذنوني زاهم الله خير وخذوا الانفوجرافيك وحطوها في الواقع. هذه نبيها نشوفها في كل يعني حصص التربية الإسلامية وفي كل حصص. والله هذا شيء نتمنى هالشيء هذا، وسهلت الأمور. أتمنى هالشيء. شكراً لك لأستاذة ألاء أحمد العصفور، عضو هيئة تدريب في مكتب التربية العملية في كلية التربية الأساسية. شكراً لك، وهذا نجاح يحسب لك، وإن شاء الله نشوفك من أعلى إلى أعلى إن شاء الله. الله. شكراً لك. يعطيك العافية. ناخذ لنا فاصل صغير ونرجع لكم.